سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. معكم كيف العاده صاحبتكم وحبيبتكم ربيعه الحسناويه في فيديو جديد، وكما تعودتوا معايا دائما تنجيب لكم الجديد. واليوم ان شاء الله البنات جبت لكم هذه الشمعه الخطيره واللي تتنجح بسرعه البرق. كيف تتعرفوا البنات وتنقول لكم دائما ان الشمع خاصك ملي تكوني كتخدميه تكوني مرتاحه وما تكونيش معصبه باش تعطيك النتيجه. ولكن هاد الشمعه البنات ديال اليوم بوحدها ماشي بحال الشمع الاخر، هادي تديريها الا كنتي معصبه، كنتي مفقوصه، وكنتي مخاصمه معاه وموصلك لواحد الحاله ديال الاعصاب اللي ما تقدريش تكوني مرتاحه، يعني ما تقدريش تخدمي وانتي مرتاحه. هادي كتخدميها وانتي معصبه وتتنجح بالزربه، مفهوم البنات؟ سواء للزوج سواء للحبيب، تتنوضي ديك الساع وتطبقيها وساهله وما تحتاج لتا شي مكونات اللي صعيبه ولا حتى شي عشوب ولا حتى شي حاجه. تبعوا معايا البنات هاد الشمعه هادي من الاول حتى الاخير باش تطبقوها بالطريقه الصحيحه ديالها. وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. البنات اللي ما توصلهمش الجديد ديال قناتي حيدوا الجرس البنات وعاودوا فعلوه باش يبقى يوصلكم الجديد. وشنو تنحتاجوا البنات بلا ما نطول عليكم، شنو تنحتاجوا لوصفتنا ديال اليوم؟ تتحتاجوا البنات شمعه بيضاء عاديه تتشريوها من الحانوت. بالنسبه للشمعه تكون دائريه وما يكونش الحجم ديالها كبير وما يكونش صغير، يعني شمعه متوسطه هي اللي غتخدموا بها هاد الوصفه ديال اليوم. غتاخدوها غير من الحانوت ولا كانت عندكم في الدار تقدروا تطبقوا بها الوصفه. وتتكتبوا بعويد ولا ابره ولا فنيته ولا اللي بغيتوا، اي حاجه بغيتوا تكتبوا بها هاد الشمعه تقدروا تكتبوا بها هاد الشمعه. وتتاخذوا عود ديال الند ولا عود بخور، هادو هما المكونات كاملين البنات، ما فيها لا عشوب لا دهين لا حتى شي حاجه. هاد الشمعه هادي هي اللي تنسميوها الشمعه ديال حاله الطوارئ، هادي الشمعة هي اللي تتفكك في حالة الطوارئ. شنو تديروا البنات؟ تتكتبوا الشمعة من الفوق لتحت بهاد الطريقة من الفوق لتحت. شنو تتكتبوا فيها البنات؟ تتكتبوا هاد الكتابة: صيفط ليك، صيفط ليك لالا عيشة من توفت شعر طويلت براس مولات الخراس، صيفط ليك 100 جنيه و 100 الفعاسوسيه و 100 خادم كوريا يشحطوك ويمحطوك ويكتفوك ويجيبوك ليا، يا فلان ولد فلانه خاضع خاضع راكع طالب راغب في محبتي ورضايا وتزاوق فيا. هذه هي الكتابه البنات. نعاود لكم شنو غتكتبوا على الشمعه: صيفط ليك لالا عيشه من توفت الشعر طويلت الدراس مولات الخراس، صيفط ليك 100 جنيه و 100 الفعاسوسيه و 100 خادم كوريا يشحطوك ويمحطوك ويكتفوك ويجيبوك ليا، يا فلان ولد فلانه خاضع راكع طالب راغب في محبتي ورضايا وتزاوق فيا. هاد الكتابه هادي البنات غتكتبوها كامله في الشمعه من الفوق لتحت. الكتابه نخليها لكم في صندوق الوصف باش تكتبوها بالطريقه الصحيحه ديالها. ملي تتكتبوا الشمعه ديالكم تاني حاجه تديروها هي تتاخدوها وتتشعلوها في شي بلاصه اللي ما يشوفها حتى شي واحد، تتشعلوها في بلاصه اللي فيها الهدوء وفيها السكون وما فيهاش رجل غاده جايه، يعني بلاصه اللي هادئه واللي ما فيهاش صداع، حتى نتوما ما تبقاوش غاديين جايين عليها البنات. شعلوها في بلايصه اللي ساكته. وتتكتبوا البنات هاد الكتابه كامله اللي قلت لكم في الشمعه من الفوق لتحت حتى تتكملوا الشمعه ديالكم.
بالنسبة للكتابة تلقاوها في صندوق الوصف باش طبقوها بالطريقة الصحيحة ديالها ملي تتكتبوا الشمعة ديالكم كاملة. تاني حاجة تديروها هي تتاخدوا هاد الشمعة وتديوها لشي بليصة اللي هاد أو شي غرفة اللي هاد أو اللي ما يبقاش داخل عليها عليها الداخل والخارج، ويكون السكون والهدوء وما يكونش عليها الدخول والخروج، حتى نتوما ما تبقاوش داخلين خارجين عليها. البنات كتبغي السكون والهدوء ملي تشعلوها، مرة مرة طلعوا عليها غير بشوية وخليوها حتى تكمل. مفهوم عليا البنات؟ بالنسبة لهذا العود ديال الند ولا عود بخور، تتشعلوه حداها البنات، تتشعلوه حداها العويد ديال الند، ضروري يتشعل حداها هذا العويد هذا. وبالنسبة إلى بغيتي تقوي هذه الخدمة وكنتي معصبة النيت ومفقوصة معاه وتوترة ووصل لواحد الدرجة ديال الأعصاب، عتاخدي سبعة من هاد الشمعات هادو، عوض وحدة عتاخدي سبعة من هاد الشمعة، وغتكتبيهم سبعة بيهم كاملين، غتكتبيهم بنفس الكتابة وبنفس الطريقة وغتشعليهم بنفس الطريقة، عوض وحدة غتديري سبعة. وملي تتشعلوهم البنات بسبعة بيهم تتشعلو حداهم حتى هما عويد ديال الند، وتتقراو عليهم القراية يعني الكتابة اللي كتبتو في الشمعة، تتقراوها على الشمعات سبعة ديال المرات، تتجلسو حدا الشمعات وتتقراو عليهم القراية. ونسيت البنات ما قلتش ليكم حتى الشمعة اللي قلت ليكم الأولى إذا كنتو غتشعلو غير وحدة، حتى هي بنفس الطريقة عتقراو عليها القراية اللي كتبتو فيها، عتقراوها سبعة ديال المرات. مفهوم عليا البنات؟ هذه حاجة أساسية في هاد الشمع هذا، ضروري ما تقراو عليهم العزيمة اللي كتبتو فيهم سبعة ديال المرات، سواء كنتو دايرين شمعة وحدة سواء كنتو دايرين سبعة ديال الشمعات. انا نسيت ما قلتهاش ليكم، سمحوا لي ما قلتهاش ليكم في الاول، غادي تقراو عليا صافي البنات وتخليوهم حتى يكملوا على خاطرهم، وغادي نشوفوا كيفاش غيرجع معاكم، كيفاش غادي يتصل، كيفاش غادي يجي خاضع ندمان دليل. فقط ديروا الوصفة بالنية ديالكم، مفهوم البنات؟ ديروها بالنية وباليقين في الإجابة، مفهوم عليا؟ ما ديروهاش وانتوما شاكين ولا انتوما ما واثقينش، ضروري من النية. بحال تنقول لكم دائما وهذه هي الشمعه ديال الطوارئ، الشمعه غزاله غزاله غزاله، نتوما اللي تطبقوها وغتحكموا عليها بنفوسكم. وهذه هي الوصفه ديال اليوم البنات، البنات اللي محتاجين ليها يطبقوها. وقبل ما نسالي البنات هذا الفيديو بغيت نقول لكم على الارقام اللي تلقاوهم في التعليقات، عفاكم البنات ما تبقاوش تتصلوا بهذوك الارقام، راه دائما تنقول لكم تنحذركم بان هذوك راهم غير نصابين وكذابين وما يخدموا لكم حتى شي حاجه، وكاينين شي وحدين منهم تيكتبوا رقمهم على اساس راني انا، تكتبوا رابعه الحسناويه وتكتبوا الرقم، وكاين شي بنات اللي تتصلوا بيهم وتينصبوا عليهم وتيجيو يكتبوا في التعليقات على اساس انا اللي نصبت عليهم وانا اللي اتصلوا بيا وديت ليهم فلوسهم وما بقيتش كنجاوبهم. راه دائما البنات البنات اللي قدام معايا راه عارفين هذا الشيء، تنقول لكم راه ماشي انا اللي كنحط رقمي، وحتى هادوك اللي كيحطوهم باسماء ديالهم ما تدخلوش عندهم البنات، دائما تنحذركم. وهادشي اللي بغيت ننصحكم به اليوم، لان بزاف البنات تعرضوا للنصب وداو ليهم رزقهم، للاسف انا ما تنبغيش هادشي. وهذا ما كان، وشكرا لكم البنات كاملين على التتبع على التفاعل ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.